الزحلومة في الحلوش المحلولة عنوش. والعمل يا صلاح؟ أنا هنعمل إيه؟ هنفضل نغسل ونمسح في المركب لحد ما نوصل كده حلوين. نغسل إيه ونمسح إيه؟ أنا ما بتكلمش عن كده. أمال إيه؟ سمو الأميرة اللي عزماني الليلة دي. يا عين على سمو الأميرة لما تشوف ابن المليونير وهو بيمسح في المركب. بيمسح في المركب؟ وحياة أبوك بلاش هزار. أجيب منين بدلة أروح أقابلها بيها؟ أقول لك إيه يالا ده؟ خد بدلة الريس حسن معفنة وكلها سمك. خد يا شيخ اجري وده بتتلهي كده. انت تسيبك من حكايه سمو الاميره دي وتحب لك واحده على قدك زيي. انت حبيت يالا؟ حنان، اسمها حنان وكلها حنان. ايه ده؟ انا لسه هحكي لك بقى. يا سلام يا سلام. حسيت يا ممدوح اني اول ما شفتها حبيتها. عالي جو جو. مين ده يا اخويا دجا اللي حبيته؟ تجنن لو انت. ها؟ ايه ده؟ مين دي اللي حبيته؟ انطق خلقتك يا ريس حسن. تجنن. اول ما شفناها وقعنا في غرامها. ده انت عليك خلقه. انت مين اللي وسخك كده؟ لا 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 مش معقول. معقول الكلام ده كبير. لا 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 استنى بقى. هات الفرشة. اللي بيحصل ده لا 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 مش معقول. مش معقول كده. استنى بقى. انا هقوم اديله عليك. ادي له ميه. ادي فرشة. افرك امك. ادي له فرشة كده. ادي له فرشة. ظلط له دماغه. الحقوني. ادي له فرشة. الحقوني. سيبه بقى. منك لله ولا حركت الشربة. سلام اجري بقى. سلام عليكم. طيب راسك. انا هطربك عليك. سلام عليكم. انا وراك قوي. بعضينا سعد حمو ادي الواد لابوه. انا نسيت الحاجات دي من زمان. ايه عطشان يا صبايا دلوني على السبيل عطشان. خف يا ابني للمركب هتغرق كده. دول بقوا اتنين. مساء الخير. علي النعمة انت مفتري يا وحش. عيب لما تقابل حد وانت لابس الكلام الفارغ ده. لا مؤاخذة. وراهم مستني ايه؟ سمو الأميرة. بتعملوا إيه؟ لا أبداً مفيش. بنجري. بتجروا من إيه؟ لا أبداً رياضة. أصل أنا متعود أجري كل يوم نص ساعة وهي خلصت. لسه ما خلصتش أجري؟ آه فعلاً لسه ما خلصتش ومش هتخلص بين عليه. إيه ده؟ سنجاب. Thank you.
العريس وعرفنا بيجري ورانا ليه، لكن التاني اخينا بتاع المطعم ايوه بيجري ورانا ليه؟ طبعا عايز تمن اللي اكلناه. يبقى يقابلني على عراء المسهل، عريان بيجري ورا بلبوز. اقعد يا راجل اقعد، ده انا حيلة قطع من الجري. مالك انت خايف منه؟ مفيش منه خطر، ده خلاص اتخرج وخد تفرغ، ما بيسألش في حد. مش انت ما بتسألش في حد يا عم؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين يمسك ايدي ليه؟ مين اللي ماسك ايدي؟ هو انا عملت حاجة؟ يمسك ايدي ليه؟ انا غلط انا ادي راجل يا اخويا.